حسن طيب تصرمي ما فهمتيش انا بعدا سي محمد كنت سمعت الاخبار اللي نسمعها واش عايز شويه داك الجم نكدي مهمتي وغيرهم من الدوار عندهم رايهم وصوتهم في كاع اللي جرى هذا العام والله يخلي لنا دوارنا المنتخب ديالنا ما مشاركش في كاس العالم المونديال ولينا متبعينو غير في التلفازه واخا المغرب ما كاينش كلشي بقى فيه الحال وحتى ناس الدوار كاس ديال العالم كيظهر ليا كيفاش كي ما بغاوش يتشاركوا فيه كيفاش كتجي النص وكتوقف ما عرفنا كيفاش الكورة اتدار هاد كاس العالم ما ظهرش ليا شحال من عام انا دوزت 40 عام في عمري وانا كنسمع بهاد الكاس وين هاد الكاس كيفاش ما عمره تقدم لينا احنا ما عمرهم تشاركوا فيه مع بعضياتنا ولا دينا هاد الكاس ديال العالم شاركنا فيه بعد ما بقى لينا غير نديوه ابو شعيب او ايوب هذيك السوبر تاع مولا الله يرضي عليك راه نساته وجمع لي هذاك الشيء كامل بقى فينا المونديال كنا غادي نشاركوا فيه الساعه ما تاهلناش والله العظيم الحشومه بالله دابا كاع الدول متاهلين 32 دوله تبارك الله وحنا بقينا هكايا احنا ما عندنا لا منتخب لا والو اصلا داك الشيء من البطوله انا متاهلين لكاس العالم لا كاس افريقيا ما تحال عزيزين على الوقت جبنا كيريس دالينا خنشد الفلوس تعيش الدوار كامل هذا مدرب غادي مدرب جاي يقدر يكون هذا هو المشكل في نظر ناس الدوار عيبتنا في المدربين دير الفلوس جيب الفلوس عا الفلوس وصافي خاسرين خاويين دم ديالك عشان الدم ديالك يبان لك كاين راك تكون كتحس بشي حاجه يعني ديما داك كتحس يعني راه عبر العالم كل المغرب رتب لك الرايه ديال المغرب راه كاين شي حاجه ولكن الا ما كانش راه كيبقى فيك الحال ايوا بقى فينا الحال حنا حسينا بروسنا ما بحال ما عرضوش علينا ما حاضرينش راه حنا فقعانين اليوم بزاف د الناس في الدوار بقى فيهم الحال حيت ما شاركناش وكاين اللي بقى فيه الحال على حاجه اخرى واخويا جاتنا راه حاجه طايحه حنا كالمغرب هو اللي كنخدموا معاه حنا بالنسبه للقهوه كاع واللي ما كيكونش مشارك المغرب راه الله عندنا جوج ثلاثه اربعه خمسه كاع حتى الدومي فينال والفينال اللي كتكون محركه شويه كنكونوا غادي نفرجين ضاحكين لاعبين شويه تا كنجيو منكدين حنا واخا ما كنمشيوش معاهم نتفرجوا كيتفرج الجمهور عندنا وكيمشيو كنتفرجوا حنا على التلفاز ولكن الا ما كانش المغرب انا غيمكن لي نقدر نتفرج انا بغينا حتى حنا واحد النهار عند نضربوا عند كاس حنا عند نفرحوا بخاطرنا ما فرحيناش نطلبوا من الله من هنا للغد يغوتوا علينا نشاركوا في البرازيل ما كرهناش يا سيدي ولكن المونديال قرب يسالي وحنا باقيين كنحلموا ما عرفنا كيفاش او الكاس كاع ما بغاش يقودوا